القمع متواصل في سوريا، حيث تحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع في حماه بالتطويق والتفتيش والاعتقال والقتل. 23 مدنيا لقوا حتفهم خلال الساعات 24 الأخيرة برصاص القوات الحكومية التي لم يسلم منها حتى الجرحى في المستشفيات، مما أدى إلى لجوء عدد من سكان حماه إلى بلدة السلمية القريبة وإلى العاصمة دمشق. حماها الواقعة على بعد 210 كيلومترا شمال دمشق، والتي سبق لها أن تمردت على النظام مطلع الثمانينيات الماضية، شهدت نزول نصف مليون متظاهر إلى الشوارع الجمعة للمطالبة بإسقاط النظام. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تطالب: وقعت اعتقالات عشوائية وموت خلال الاحتجاز وتعذيب، لذا ندعو مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى إحالة هذه القضية على محكمة الجنايات الدولية، لأن العديد من المؤشرات توحي بوضوح بإمكانية وقوع جرائم ضد الإنسانية على مستوى واسع. سياسيا، أعلن ناشطون أن الحوار الذي دعت إليه السلطة في العشر من الشهر الجاري لا يشكل حوارا وطنيا حقيقيا يمكن البناء عليه، ودعوا إلى التظاهر الجمعة عبر كامل سوريا تحت شعار لا للحوار.